هذه الشيلة إهداء لأم خالد من أبو خالد وعياله وأم حسين وبنتها نورة وشهر الإبداع الفني توج نورة وهنوها يا الأجواد 053 نومست في فرحة الأهل والديرة رشوا في حفلة الفل والكادي حنها 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 المحفل وحياها جمهورا عمت الفرحة على رؤوس الأشهادي والقصايد حاضرة بيوم حصريا على استوديو الإبداع الفني نوره اللي على العزم تعتادي الاتصال على 053-451-6279 توجوا نوره وعنوها يا الأجوادي نوم ست في حفلها الأهل والديرة توجوا نوره وهنوها يا الأجوادي نوم ست في حفلها الأهل والديرة رشوا في حفلها الفل والكادي هنها 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 المحفل وحياها جمهورة عمت الفرحة على رؤوس الأشهادين والقصايد حاضرة بيوم الأسطورة نورها اللي نورها اللي نورها اللي على العزم تعتادي قمة الأخلاق والزين والصورة عمت الفرحة على رؤوس الأشهادين والقصايد حاضرة بيوم الأسطورة ابنها خالد لها درع وسنادي بطناخه ينعرف بين العشيرة بنتها إليام الطيب تتباهي وصارت بلدنا بشهد مشهورة والقمر الرغد بالأخلاق تزدادي ربي يشفيها ويحميها الأمورة بالعلوم الطيبة أمها تنادي فارقة بالوصف والطيب وسيلة جعل أبوها بجنات الإسعاد راعي الطيب له أوصاف مذكورة همت الفرحة على رؤوس الأشهادين والقصايد حاضرة بيوم الأسطورة زوجها حسين رجل دين ومبادئ دورهم بالمكارم دوم معمورة وأم حسين وأم حسين وأم حسين للجمال كفها عالي والسنا فيها بالأفعال مفخورة فاح عطرة التخرج والقمر بادي ألف مبروك التخرج يا نورة جعل فريق بالتوفيق يزدادي ولك مستقبل هلا تفاجينا أما تفرح على رؤوس الأشهادين والقصايد حاضرة بيوم الأسطورة والقصايد حاضرة بيوم الأسطورة.